عبر التايلانديون عن حزنهم الشديد بوفاة مليكهم بعد أن قضى نحو 70 عاما من حياته في الحكم، حيث أن الكثيرين منهم لم يعاصروا أي ملك آخر تربع على عرش البلاد طوال حياتهم. عندما ينظر إلينا يجب أن يشعر بالفخر، وعلينا أن نكون أقوياء، وعلى تايلاند أن تكون قوية وأن تمضي قدما. كم تمنيت لو ولدت في وقت الذي كان فيه ملك شابا، وطردت لو أرى بعد تقدمي بدلا من خسارة. قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا في خطاب متلفز إلى الأمة إن تايلاند سوف تدخل في حالة من الحداد لمدة سنة كاملة، وأن جميع الفعاليات الترفيهية ستخفف لمدة شهر واحد، حيث وصف وفاة الملك بأنها اللحظة الأكثر تدميرا للتايلانديين.